شلون درس اليوم مرت عمي؟ صارت سواتك احسن؟ ما انطفت معي ولا مره. سقتي يا اختي؟ ما خليت جميل يقعد ورا الدركسيون ابدا. صحيح وينه جميل؟ عم بصفها للسياره. وليش ما صفيتيها انت؟ حاولت صفها ما انصفيت معي، يبعت لقت لإلهي، باطت بحيط التصويني. ولي بالحيط اوعيكم صار شيء لجميل، ولي يا حوينتك يا جميل، يا حوينت شبابك يا جميل، رحت من اول درس السواقه يا جميل. عدي تحطي ما تنطي، عدي ما صار له شيء جميل، لو صار له شيء كنت شفتيني هون انا. ما صار له شيء جميل؟ ايه والسياره شو صار لمرت عمي؟ لسه بتسال، شو السياره اغلى من بني ادم؟ ما صار له شيء السياره، شو بده يصير له يعني؟ بس انا ما بعرف شو اللي صار. برمت يمين، برمت شمال، فختت الحيط طلعت من الجنب الثاني. ايه مشان هيك عم تقولي يبليها بقتلة للسيارة، ما عم تعرفي تصفيها مبينة من السرعة. لك اني سرعة هي؟ كنت انا عم اصف على مهلي. لكن ليش فاتت السيارة بالحيط؟ البلوك مغشوش، ما في ريحة شمينته يروح وقتل، شي اني انا نكشته هيك، انفخت. أكيد عملت لها شي عمي، بس عاملة كبيرة هالمرة. محروس! محروس! يا محروس! خرطوش بردة! لك حدا ندع أبو بطيخ شي؟ لا! معناته عندي مدخلة! لك عمو خرطوش بردة! أمو خرطوشين! محروس! شوفي شو بكون؟ الله يرضى عليك، انزل شوف لي هذا اللي بالأبو، دبر لي اياه، بده يجيب الشرطة. جيب الشرطة؟ لمين بده يجيب الشرطة؟ لأمي. لا ما بده يجيب الشرطة، يا أنا بالشرطة شرط. لك هلا أنت شرطة ولا هذه شرطتك، ما تكون أنت محله، كنت جبت الأنتربول. أوف أوف أوف، ليش شو صار؟ مسكين قاعد عم يدرس بأمان الله لا إله ولا عليه، فجأة ما لقى غير دواليب سيارة قدام عنيات فوق راسه وعم يفتلوه. وشو دخل الدواليب بأمك؟ لك أنا كم مرة فهمتك ما بتتدخل بهيك مواضيع؟ بتستاهل خرطوش فردة. يوم على مكتبي محروس، الله يرضى عليك، بتروح بتجيب لي معمر شي خليه يعمر له الحيط، وبتعزمه على شي مطعم خليه ينبسط وبوسط شوارب. خلاص خلاص مثل ما بدك بيصير. استاذ جرب خف روح ولا يهمك. شو دخل امي بدوري بالسياره؟ ما ولي يا لو كنت رجعت ترجع ابوك يا كراتيه. امي هيا رقبتني سحبتها للسيارة؟ امي شلون بدي اسحبها اذا دواليبها معلقين بالهواء عم يفتلوا؟ شلون عم يفتلوا؟ ليش ما في شيء وراها؟ بلا في شيء، في الابو. لا ولي بالابو جميل حدا تأذى؟ بشكل مباشر لا، بس انا الشيء اللي ماني متأكد منه ها، بجوز هذا الطالب بجوزه ينجع بالفحص، بس انا متأكد انه ما بقى يجيب اولاد مثلي. لك ليش بقى؟ طالما عم تقول ما تأذى احسبي حالك مطرحه، قاعدة وفاتحة الكتاب وعم تدرسي ومتركني بأمان الله، وفجأة ما لقيتي غير دواليب سيارة فوق راسك عم يفتلوا، شو بتعملي؟ شو بعمل؟ أنا اللي عم بسأل شو بتعملي؟ فإذا مالنا غير محروس رجل المهمات الصعبة، قل له على هذا الموضوع هو بيتصرف. ابعدته، أدفته. خير البحر. جميل فهمني شو صار، شو عملت مرت عمي؟ شو بيعرفني؟ ما لقيتها غير مدت ايدها على الفوتيس وصارت تبحبش، ورجليها صاروا يلعبوا على البنزين، ما لقيت غير السيارة نطت من على الرصيف فاتت لعند الرجال. أنا ما بتفهم، أنا وياك غير تحت. أهلا وسهلا حبيبي. تفضل. تفضل. تفضل أنت. يا أهلا وسهلا. لك يا خيي تفضل أنت لا تعلي لي راسي. لا أنا هو إيه؟ رافع لي راسي معصب. من الأول هيك. أهلا وسهلا، تفضل حبيبي. تفضل أنت. تفضل أنت ما بصير. طيب تفضل. أهلا وسهلا. أيوة حبيبي. تفضل احكي لي همك لشوف. خي انت اللي بدك اياه نحكي؟ لا ما بصير انت الاول. لا انت اللي احكي. يا حبيبي تفضل احكي انت الاول. لك يا خي احكي لا تقلل لي راسي. ها طيب حبيبي اسمع اسمع خي، انا ما بيضحك علي المساله، بدها تعويض. انا يمكن معشي بولاد جاي تقول لي استاجر ما استاجر. ليك انا ابديش. طيب بس لبينما اصلح لك البيت. لك يا خي اسا وقت امتحانات والحاله ضيقه، انا وين بدي اروح؟ هيك بضيع وتتشتت افكاري. قلت لك ابديش. طيب عمي لا تاخذ معك شيء، خذ كتبك بس انا رح استاجر لك شقه مفروشه. يا حبيبي وبلكي انسرقت. بديش. منين الله بلانا بهالكليش؟ على كل لا تخاف، انا بخلي ابو كيروز يروح معك وينطر لك البيت. ابو عنطوز ابو كندوز انا ابتفرقش معي. قر ابو كندوز ولك يخي عن ابو كيروز. ايه وحلت علينا البركة. عندكم دشان؟ لك يا جماعة أنا حمام ما عندي ليكون عندي بيت مكنداش. ما بقعد عنده. أبو كيروز. ما بقعد. أبو كيروز. قلت لك ما بقعد يعني ما بقعد. طلع فيني هون أبو كيروز. خطوش بردك
اللي معه. يقوم لك ها. لبينما روح دبر له شقة بتاخذ الأخ بتخليه ينتع بطن فول وبترجعوا لهون. شرحات. بطنين. خلص بطنين. اصلا ما في داعي للشكليات، شو بنخسر بعضنا مشان شوية أكل؟ يلا فول. أبوك يا الغشيم عاملين لك شرحات، امشي قدامي. عفوا، مرة ثانية بتقولي تفضل. تفضل. ها؟ تفضل أنت أستاذ. أستاذ؟ يروح. يفهم اللي بيفهموا، سمعان؟ قال لي أستاذ أنا أستاذ، ناولنا مصاري لناكل شرحات. سيك، هي 200. في شرحات ب 200 هات 500. إن شاء الله يا فردوس كل يوم بتفوتي بحيط مشان ناكل شرحات، قوم أستاذ. الو انا قلي لي شو اللي بيسملك بدنك؟ شو اللي بينقطك؟ شو اللي بيفرسك؟ بقول لك الطش فيط. شغله هالمرت عمي كمان عم تشفط. عم تشفط وبس؟ ما قطعنا لك هالاسترات الا ولقينا لك هالميتورات ورانا نطص، شي عم يصفر، شي عم يزمر، شي عم يزنغط، وشي عم يولول، وكل هالميتورات ماسكين مخالفات ونازلين فينا كتيبه، لو السياره صاغله هلا حقا ما بكفي مخالفات. العمى من اولها صارت تهرب من الشرطه، لو اخذت شهاده سواقه مو هيك؟ لا هي مو بقصدها، هي هيك تخربط، تجي بدها تكبس فرام تقوم تدعس بنزين، بدها تكبس فرام تدعس بنزين، وهالميتورات ورانا زلغيط 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 زلغيط، تقولي عيد المرور العالمي. جميل جمول جماميلو عجل شوي. واه امي بدي شو بدي اسوي؟ لا تعرف انا نفسي اسوق يا جماعة. لا مالي هون تجيبي لا ما بدي عم تشوفني. شو بدي اسوي؟ وينك؟ اللي لا قضيته وغط على قلبه. يلا بسرعة قوم. ولا قال هيك؟ اللي لا مات. ايه مرت عمي قال مات. خلصني جميل؟ وين جميل؟ مرت عمي ما بعرف راح مات. ما شو بك من لبك يا شوفي؟ ما في شيء مرت عمي ما في شيء، هو قال لي اذا حدا سال عني قولي له مهم. راح مرت عمي راح، بدك شيء منه؟ طبعا بدي منه شيء، خليه يدربني على السياره، ما بدي اتبادل بالفحص بكره. اخذي فرج. فرج مدري ليش فركه وراح ما بعرف، اخذ كوسر مدري لوين. معك انت شهاده سواقه؟ مرت عمي انا لا ما معي شيء. سيناء وسيناء انا مالي طالبه منك شيء، انت بس دليني على دعسه البنزين ودعسه الفرام، في وحده ثالثه بتدليني عليها بتقلي لي شويه وبتشوفي لي في عواميد ولا ما في عواميد. مرت عمي طيب بركي لا سمح الله صار معنا شيء على الطريق وبركي عملنا حادثه. لك انا جيب حدا من الشارع يعني يعلمني؟ مو مجبوره فيني انت؟ مو كنتي؟ كنتي ولا مو كنتي؟ كنتي انت. تعالي ما في شيء خطير، تعالي بس انت بتدربيني تعالي. جميل هم منزاح عن قلبي نفدنا. تعالي مرت عمي ليش ما بتشوفي محروس بتاخديه معك خليه علمك السواقه؟ محروس فعلا من لك هالذكاء فجاه هبط عليكي. محروس كثير شاطر بالسواقه مثل شياط السينما مثل مايكل نايت بتعرفي؟ تعالي محروستي. وين محروس فرط الطحين؟ خطوش فردي. وينه محروس؟ راح ما يستأجر بيت لهلا لا اجا. مين الاخ؟ الاخ يلي صفيتي فوق. بس ما يكون صار لك شيء. والله مثل ما عينك شايفه. عفوا يعني ما كان القصد بس كل الحق على شمينته. والله القصه يا مدام كل كم يوم بيجيني سائق مثل حكايتك وبصف بهالحيط، والحيط يا حصتي شو بده يتحمل يتحمل، لك كل من عمره بيرجع بينهد. فرضا اجت بلوكي على راسي، ما كانت طبشتني؟ هلق اني لو رسبت العالم بتقول من الحيط ما كلهم بيقولوا من هالحيط. خلاص ولا يهمك من اليوم ورايح راح صف على الجنب الثاني انا. تعي تعي ابو سينا. يا حوليت شبابك يا ابو سينا. رايح اسوق رح اصير اثنين واكل شرحه. خلصنا منه رايح اقول للتنتي. امي بتعرف السوق احسن من ابو سينا؟ الله يجيرنا من هالنهار. بلعت لك راسك بلع. قر مالك قليل يا ابو كيروس. دوري يا الله حرب علي. شرف. هاي ابو كيروس شلشني. عم تضحك علي، عم تنقر نقر. لك شو عم بنقر انا؟ لك عم تمدح ايدك لقدام مدح هيك؟ هلا عم بمدح ايدي ولا ما عم بمدح ايدي؟ عم صيبه ولا ما عم صيبه؟ اخي عم صيبه ودوري. ها دورك. بدي شبر. شبر اللي بدك يعمله. ها وهي ما صبتها. شو عمل لك؟ ها انت عم تخسر. طيب شرف هلا دوري.
ها انت تعرف اني انا صييد. شلون عم تضبط معك؟ ولا ضربي عم تقلي؟ بالعلم قليت معنا وبالمصعب قليت معنا وبالجواز قليت معنا، بدك اياها تقلي معي بالدحر كمان؟ لك بتعرف؟ اني قلت معي بالثنتين. شو بعمل لك؟ انت مالك ذكي مثلي دورة. معش معي مزات. ايه بيعرف عشرة. بديش، قصدتني كل شيء معي. هلا انا قصدتك كل شيء ولا انت قصدت حالك ما بتعرف تلعب؟ صرت ساحب من جيبتي اكثر من 100 ليرة وما عم بربح. 100 ليرة؟ طيب بدينك عشرة. معش بدي العب. لك اسمع مني يمكن تربح. بديش. بديش يا ابوك يا بديش. بتعرف؟ ما بتاخذ اللقطة الماكنة غير من الحمار الضعيف. مين الضعيف ولا؟ يا اخي المسألة ما انا معلم. ولا عنا طول انت وياه. الواحد ما بيعرف يرتاح ببيته. انا ما صدق انت راحت امي وارتحت بنا مرتي. الاخ هون قصتني المزات. قصت مزات؟ انا ما قصت شيء، هو اللي قصت حاله بحاله، هو ما بيعرف يلعب. ما قصتها؟ بلا، وقصتني مصرياتي كمان. قصته مز... شو يعني قصته ولا؟ يعني شلحته. شلحها؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. وين السيارة الثانية؟ أي سيارة؟ الثانية اللانسر اللي تحت. الزرقاء؟ إيه؟ أخي أنا لا قربت عليها ولا دارتها ولا بعرف عنها شيء. وليه ما أنت أخذتها أمي؟ أستاذ، نحن شو صار معنا؟ مشان إيش؟ مشان واجبك، مشان البيت بدك تاخذ لي إياه. إيه صحيح. لقيت لك أبو بالبناية اللي قبرنا، شغلة تقطيع شارع بس. منيح. هيك باخذ اغراضي من هون لهون وبدرس وبستقر. تستقر؟ منين بدك تستقر اذا كل وقتك مقضيه بالمزار؟ مشي مشي. حدا معه شي 200 ليره دينا اياهم؟ شو قام الشباب؟ شايفك رح تقطع فينا. شو؟ عم نشحنك؟ مثل شو فكر حالك عم تصرف علينا؟ لا لا، ما الاخ هون قصتني مصرياتي ما بطلب منكم. قصتها؟ شو قصتك؟ رجع لي انا ما قصدت شيء ولا لعبته انا. رجع لي اياهم الله يرضى عليك يا رب. انا ما بنسى شيء، انا جبتهم بعجلة بعرقش فيك. ماشي حسابك بعدين، قديش منه؟ 200 ليرة. هيك هي 200. تفضل خلصوني دار. ولا يهمنا، بكره بلعبوا دحل بشلحوا يا هون انا. ابوك يا التجارة. والله لشلح الرقبة تبعك. كان بدي بهالسرعة أنا؟ تأخروا كتير. كان ما لازم أتخبى، لو رحت معهم ما كان أحسن لي. تأخروا كتير كتير كتير. ما في أكل. البيت برمانتي ما بيسوى شيء. حرامي. مين؟ مين؟ قولي الغولي الغولي. مرحبا جميل، ما وصلت مرت عمي؟ ليش ما كنتي معها؟ بلا بس تركتني. وين تركتي؟ على طريق كناكي. اوف، شو وصلكم على طريق كناكي؟ طلعنا على اساس على المحلق، ما قدرنا نلف ونرجع. وليا شلون ما قدرتوا تلفوا؟ ليش انا مطالع لك شهاده السواقه؟ بلا جميل، مو انت اشتريت لي اياها بايدك هذيك السنه. المهم المهم لفتنا على طريق السويدة. اوف، ليش كم كيلو متر ماشي؟ شو بعرفني؟ وصلنا لعند شهبه، يمكن شي 80 كيلو يا جميل. شلون قدرتوا تلفوا؟ ما قدرنا نلف، رجعنا انا ريه من كناكن لشهبه. قولي على طولك، قولي على قامتك، 50 كيلو متر راجعينهم انا ريه. شو بدنا نساوي اليوم؟ عملنا هيك كنا وصلنا على اليمن. ويا امي وعن كناكن شو صار معكم؟ لقينا رعيان ساعدونا ولفونا السياره. وسواقتهم مليحه يا مليحه؟ لا لا، حملوها السياره ولفوها بالعكس باتجاه الشام. ويا وبعدين؟ بعدين ما لقيت لك هالسياره غير عملت بط بط يا لطيف وانطفت. نزلت انا من السياره صرت ادفش 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 ادفش، ما لقيت غير هالمرت عمي حملت حالها وطلعت من السياره تركتني بنص الشارع يا جميل. انا شو بدي اساوي؟ ما لقيت طريقه غير اني ارجع بالهوب هوب. طيب طالما هيك لازم ترجع، ليش لهلا ما رجعت؟ شو بيعرفني انا كمان هيك قلت. اكيد من المستشفى. ان شاء الله يا رب يا مرت عمي تكوني عم تحكي من المستشفى حتى ارتاح منك واخلص يا مرت عمي. الو، مين؟ امي امي. منين عم تحكي؟ من نبك؟ ولي امي ايش وصلك على نبك؟ ايش عم تسوي؟ ها؟ ورحت على نبك؟ ليه ليه مليح؟ امي اسمعي لقلكي، هلا بجيب سياره وبجيب اخذك. امي انا بستناك عند طلوع التنويه. بتعرفي تحط فريم؟ ليه؟ لا على اليسار ولا على اليمين، هو اللي في النص في النص. مع السلامه. وصلت على نبك وما عرفت تدور. وشلون قدرت تظبط حالها بالنبك؟ قولي امي. واحد دور لها السياره، قولي بتكون عم تستناني بتطلع التنايا بتطلع التنايا. يبعت لي دوق السلم، نسيت اوصيها على هريسي.
يعني كان ضروري نطلع على البنات. يعني كان احسن لو امك امبارح تدبست فيه مشان علمها السواقه. يا اخي علمها. شو فيها؟ شو فيها؟ لو مخلفين نص مصيبه بس لسه ما خلفنا اولاد. دبر حجج لك، شو خصاي بالاولاد؟ خلصنا. شلون شو خصها بالاولاد؟ لو طلعت على المسواقه 90% بدها تعمل لها حادث، يا بدها تتخلف شي حيط، يا بدها تنزل بشي نهر. فهمك كفاية. إلى أفرج أمي مو غشيمة كل هالقد بسواقة. مو غشيمة بسواقة؟ تحب ذكرك؟ ذكرني. إيه رح ذكرك. تتذكري يوم اللي رحت أنا وياها تعلمها السواقة دخلنا بالبايكة من طرف طلعنا من الطرف الثاني محشاين زبل؟ تتذكري يوم اللي طلعتي أنت جنبها ونزلتوا بقليل؟ خلص بتذكر روح خلص خلص. حبي عد لك كمان؟ خلص ما بدي يلا. فرج وين كنتوا؟ ليش تأخرتوا؟ شبك ضايجة؟ وين جوزك ولين؟ مرت عمي ما عم تقدر ترجع على البيت لحالها. امي شو بقى؟ شو صار لها؟ ما صار لها شيء يا كوثر، بس مرت عمي ما عم تقدر تلف السيارة وترجع لهون، وجميل راح يربط لها بطلوع التناية، بس الظاهر انه ما لحقها، لأنه اتصلت من الصبح من درعا ونحن بعثنا لها محروس. شفتي؟ كلامي مزبوط. شفت شفت، هلا كيف عم يكفيها البنزين؟ يا كوثر لو عم يكفيها البنزين ما كانت وقفت، هي كل ما يخلص البنزين توقف وتعبي وتضلها ساحبة انرجي هيك لحتى تفضى السيارة من البنزين. مرت عمي ولي قطعتيني ان شاء الله. ولي 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 ماما لا تقليني ماما. لا انت بنتي ولا انا بعرفك ابدا. ليش ماما انا شو عملت؟ كلكم متآمرين ضدي انتو. مرت عمي شو صاير لك؟ ليش هالكاشه؟ شو وقعاني بشي نهار؟ لا مالي وقعاني بالنهار، معضله من كثر ما تعربطت انا بالدركسيون خوفا من اني اعمل حادث. عملت بعت لهم هم هن والبلوك ريحه شمينتو ما في لسه ماها نكشت نكش الا اي ايه جلتي جلتي مشان ما يطق لك عرق مرت عمي. رجع فرج رجع. وانت وين كنت؟ وين كنت فرقتها؟ مو على بينا تعطيني كم درس سواقه مشان اتمكن منيح؟ انشغلت. اروح. امشي. ما شفتي جميل؟ لك ما شفته، مو على بينا هو رح يلاقي لي على طلوع التناية. بلا طلع يلاقي لك هنيك ولهلا ما وصل. تعي لك مقوصه مالي طاسستك هون هون عندي هون لطستك منيح. وانت وين تركتيني بكناكير؟ انا اللي تركتك ولا انت تركتيني وشفطتي بالسياره؟ لحقيني التاكسي. وين بدي لاقي تاكسي بالبريه؟ بالبريه بتلاقي حصان بتركبي، بتلاقي جحش بتركبي، بتلاقي كر بتركبيك. ان شاء الله يا مرت عمي بفكوا عضلاتك. عضله عضله الهي يا رب يا مرت عمي. هاتي المفاتيح، هاتي مفاتيح السياره، حطي بريمير وامي خديني يلا على قومي شغليها امي. اوعي تطفي معك. قومي مرت عمي، لك ليش هيك تقلانه؟ قولي يا امي يلا يا امي خديني على اوضتي امسكيني. اوعي يا ولد بيب بيب بيب. اوعى اوعى تندعي. هلا ابعثي بنزين. اوعي شفتي بس يا مرت عمي. ليك انا افوتش خط وحدي الا الموافقه. الشرطه؟ انا شو الشرطه هلا مفوت من حلها سوا حبيبي. تفضل. طيب. اذا هيك شرف حضرتك. شرف حضرتك طول الطريق اتمد ايدك علي. طيب شرف حضرتك. شرف حضرتك مشان واجبك حبيبي. يا اخي كبر واجبك، بديش فوت قدامك. سمع الوش مشانك. شرف قدامي يا لا تقول تقعد شو قر عليك يا زلمه من الاول حلها هيك. ابو كيروش من عندك شرطة شو لك حبيبي؟ روق لي اعصابك، كل اللي بدك اياه بنحل لك. تسلم لي هالوش. تسلم لي عينك. انا نفر الدم لراسي هيك بتوفيش معي اياه والله يبرسو. ابو كيروز خذ الاخ خليه يرقع بطن فول على كيف كيفك. شرطة شرطة هات التليفون بدي احكي. روق شوي ليش حبيبي بدك؟ لك شوفوا المافول عم بشحذك. انا شو مكتوب هون؟ خروف محشي؟ ايه ما باكل غير خروف محشي انا. خروف محشي؟ مثل ما بدك خروف محشي. خروفي خروفين ابو كيروز بتسكر حلقك تسع طقات عم اقول لك. ها انا وين التليفون احكي مع خروفين خروفين لبين ما تاخذ الاخ بيكون دبرت له ابو شو قبو. لا حبيبي انا بقبو معش بسكن. ليش بقى؟ ما بسكن غير بالمرديان. بالمرديان بالمرديان مثل ما بدك. مش بس هيك السويت بالطابق الثاني. وليش بالطابق الثاني يا خي؟ سكننا تحت البناي صفت المدام فوق راسي، انتقلنا على القبو الثاني قامت لحقتني هيك مهما طلعت لفوق ابى توصل ليك لو فاتت بالكونكورد.
ماشي الحال، بالمرديان وبالطابق الثاني، لك تكرم عيونك. الو مرديان؟ ابوك يا الفهم، لك خلطوش فرتك. فرج فرج الله يخليك، خد السيارة وروح دور على جميل، من امبارح ما بين، بكل لساته عم يستنى بطلوع التنايا. خد السيارة؟ ليش مرت عمك تركت سيارة بتنركب؟ خد تاكسي، طلع بالهوب هوب، ركاب حصان، ركاب قديش، ركاب كر 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 كر. ومرت عمي مين بده ياخذها على الفحص؟ مرت عمك مو بحاجتك، وقت احتجناك ما لقيناك. معلش يا عيني، خلي محروس يتولى هي المهمة الصعبة. أبوك كان فحص السواق. المحروس مشان تحط لي حالك وتجهزي حالك مشان فحص السواق. انا جاهزه، هو جاهز؟ ما علي اذا كان جاهز ولا مو جاهز، بس انا بعرف انه كلمتك ما بتصير حد وتنتهي. ولا عالصف اليوم مدى؟ ليش السؤال؟ ما بنعرف شو بدنا نتغدى؟ الله اعلم، اوزي هالمره. ما بدي وصيكي ماما، هلا على اليمين البنزين واللي بالنص الفرام، شو ما شفتي دوسي عليه. لك عم دوس، بعرف خلصنا، هي البنزين وهي الفرام. شو فزلكين هالاجانب لك بوسينا؟ قال حاطين لي قطعه ثالثه اسمها الدبرياج، ما لها طعمه. لا تخافي علي بوسينا، محروس ما خلى واسطه بالبلد الا وحط لي اياها. يخلي لي اياها المحروس، مو مثل بعض جماعه. ادعوا لي محروسه محروسه. الهي الهي وسيدي مولاي اللي ببالي، أنا رايح لاقيله لجميل، عند طلوع التنايا إن شاء الله ما يكون عامل حادث. يا سامك عظمك جارحني، يا سامك يا سامك يا سامك، شو بعيد، يا سامك عظمك جارحني، يا سامك يا سامة يا سامة، عمك جارحني يا سامة. تعمل فحص سواقة، ما شفته لفراج؟ فراج؟ ايه ما شفت حدا. راح يلاقي لك على طلوع التنايا. طلوع التنايا؟ هلا بس ترجع من فحص سواقة بروح بدور عليه. ولي جميل، ولي علامتي عليك يا جميل، ولي علامتي، هذا اللي جاينا منك يا فردوس، ولي علامتي عليك يا جميل. بعيد الشر بعيد الشر مرتي. جميل لساتك من امبارح عم تستنى بطلوع التنايا؟ هذا زمان كان اسمه طلوع التنايا، هلا على دور امي صار اسمه نزول التنايا. ليش شو فرقت؟ مو نفس الاسم؟ لا حبيبتي، نزول التنايا صاير على كتف الوادي، على سفحه جبل، وتحته هفا وفوق نسمه. جميل احكي لنا شو صار؟ هذا من شي اسبوع، مدري من شي سنه، لقيت لكم امي نازله بالاتجاه المعاكس وعم تروح يمين وشمال، وهالسيارات عم تهرب من قدامها وتقمز مثل الضفادع، ومن وراها وعم يهربوا يمين وشمال. يمين وشمال، لك تكفلني تكفلني على السرعة، مرقت مثل الصاروخ. اللي بوعه انه اربع سيارات شحن طلعوا على الجبل وتنتين نزلوا على الوادي، وستر لا لحق لا يطلع على الجبل ولا ينزل على الوادي، عمل بف عملتي ايه؟ طيب اشر لها خليها تشوفها. ليش لحنا الحق لنقشر لها ولا ننبطح؟ مرقت من قدامنا وعملت وز، صحيت لقيت حالي القطاط حوالي على ظهر معمل السكر، حمول الحمام جسمي مدبب. وانا بعتقد يا مدام انك بدك تضطري تعيد الفحص. ليش سواتي مو منيحه؟ ممتازه، خاصه دغري ولقدام، بس يعني بيني وبينك على اليمين وشمال بدك شوي لسه. ليش شو عملت؟ ما عملت شيء. شو عملتي انت؟ بس فتي بالبراكيه تبع الضابط المناوي. هي اللجنه الفاحصه عسرا شوي. شايفه شايفه، لا بيعجبهم العجب ولا صيام برجب. محروس فوت محروس.
اهلين ماما. قولي لي جميل اتصل ولا لسه؟ جميل نايم جوا بس انت طمنيني، قمحة ولا شعيري؟ طبعا قمحة، بس محروس عم يخوفني. لا يا مدام، لا يا مدام، أنا لا عم خوفك ولا شيء. المشكلة إنه كل أعضاء اللجنة تضرروا جسديا بسببك، ويمكن يمكن هذا الشيء خليهم يوقفوا موقف ضدك. أنا شو دخلني محروس؟ لك شلون شو دخلك والرجال اللي طار؟ قال لي يا مدام وقفي هون إذا بتريدي، وقفت أنا. قال لك وقفي هون بس ما قال لك تشحطي فرام طالعين من الازاز. طلعته من الازاز؟ لك ايه. شلون طلعتي ماما؟ قال لي شحطي فريم، رحت انا خربطت دعست بنزين، السياره سحبت فوق المية، رجعت رديت انتبهت، شحطت رديت فرام، الرجال طار من الازاز وسلك بالحاويه اللي على السوكه، هو الحق عليه مو شاده منيح لحزام الامان. طيب هذا والحق عليه، بس الثاني واسطه ابو ياسر شو ذنبه؟ ايش الثاني شو صار فيه؟ طرقت مورينا براسه من وراء ناري امك. الحق عليهم، السياره اللي حاطينها يفحصوا عليها مو منيحه، يبعث لها قتله. شو دخل يا مدام؟ شو دخل؟ السياره مثل ما بتمشيها بتمشي. بكل السيارات القرارير تبعها لورا، الا هي فيها لقدام، قال لي اركبي وقلعي، ركبت قلعت، عملت السياره نطيت لورا، شو بعمل له؟ بعدين شو عم يعمل الطيان بساحه السواقه؟ يبعدوا شوي عن العمار، يعني انا فوت بالطيان ولا بالسور؟ استقربت فتت بالطيان. ولا يهمك يا مدام ولا يهمك، خلاص اذا ما زبطت من عيد. محروس وينه؟ محروس خربطيني. وينه محروس؟ شو بعرفني ما شفته؟ قال لك شي بده يتاخر. مدام تعدي حالك، حاجه تنجلي بعدين بتمعها. الرصاصه اللي تخلع الرقبه شيطك، انا عم اسال مشان شهاده السواقه مو مشان شغلات ثانيه. ايوه ايوه لا تاخذيني، انا نسيتها هي تبع شهاده السواقه. المهم بس يجي محروس يفوت دغري لعندي. خرطوش فردك عم تنغمها كمان تضرب بها الحنانك. خرطوني، بدي عيده، بدي عيد العقد من اول. طالع عم بتدفش، نازل عم بتدفش، هالمرة مش بقصدي. طبعا بنقول لك تفضل، ماشي على كلمة، يلا تفضل اخي. تفضل انت. تفضل حضرتك يا رضاي. قلت لك تفضل انت. هلا انت ما رح تمضي لي صباحك هذا على خير. لك يا زلمة شباك على طول فايت دمك ها؟ اهبل! لك ليش عم تشيل عندي على المرديان؟ خرطوش بدك انا. ايه اخي، هي صار لك 10 12 يوم قاعد بالمرديان، وبعدين؟ وبعدين شو؟ مرتاح وكثر خير. بعدين انت بدك تطلع. لوين؟ شو لوين؟ لازم تطلع هلق. ابديش اطلع. لك شو ابديش؟ لازم تطلع عم قلك. عم قلك ابدوش. ابو كيروز ومن زين على الطاوله، روح اعمل لي فنجان قهوه اتحرك. ابو كيروز خلوني اثنين، حلوه للاخ وساده الي، لانه نحن مش شباب غير ساده، مجمع المثقفين. عينك على الرزق ها، عددهم وحده وحده. روح اتحرك. ما بدي اياك يا اخي، هي الابو صلحت لك يا، شو بدك اكثر من هيك؟ ليك أنا قاطع عهد على نفسي، أبسكنش بشقة أو قبو بهالبلد إلا بعد ما تعلم المدام السواقة وطالع شهادي. طيب شو رأيك باللي بلاقي لك بيت بالضواحي؟ أنا بالضواحي أبسكنش، بسكنش غير نص البلد وجنب المعهد. إذا مش عارف مين أنا بقول لك، أنا ثروي قومية وبمثل شريحة كبيرة من الشباب، إذا أنا برسب هذا بينعكس سلبا عليهم. مشان هيك أنا مرتاح بالمردين، والمردين مأمن إلي طقس مناسب للتفوق والاستقرار. ماشي الحال، بالمردين بالمردين، بس أنا ما بيكون اسمي محروس إذا ما بجيب لها الشهادة من فوق الأساطيح، نكاية فيك بس. أستاذ محروس، رجاءً يوم ما بتحكي معي أتشبرش بأصابعك. بوس ايدك يستر عرضك بلاها، انا بجيب لك شوفي. لك ليش؟ سواقتي تحسنت كثير ومعي بصير، يلي عم ياخذوا شهادات سواقه مو احسن مني. امي لحد الان انا مزرزع بدني من الحادث تبع التنايا، يعني حادثين من هالنوع بتشطبي على العيله كلها، هي فرج راح ولهلا ما رجع. لك فرج بس بده حجه مشان يمز ومز. وات. صباح الخير. صباح النور على البنات. صباح النور. عود محروس. شباك خير؟ بصراحة ما بعرف شو بدي لكم. ما طلعوا لك يا، ما قلت لك خليني احط لك شوفي. ما حذرت، واحلى شهادة لاحلى ست الكل. احط لك شوفير، هات لك احلى عيوني فيها. العمى شو هاد؟ صورة مين هي؟ صورتك مدام.
محروس مطلعيني مثل شمقرين الساحرة هيك أنا. شهادة سوق خصوصي يا حبيبي، هلا كل الوصاية اللي حطيناها والتعب اللي تعبناه وشهادة سوق خصوصي. شو ماما، شو بدك تسوقي قاطرة ومقطورة؟ شلك بالعمومة. أنا أقل من عمومي؟ ما بقبل. شو هالمسخرة هاي؟ خدها محروس، ما بدي إياها. بس يا مدام، الشهادات العمومي للباصات، للسيارات الكبيرة، للبرادات، للشحن. شو عليه؟ استأجر لي قاطرة ومقطورة لأتدرب عليها. لكان خليني روح اتصل بوزارة الصحة، خليهم يعلنوا حالة التأهب القصوى. نزلوا لي هالشاربة. تنسوا الاشتراك بقناة شوف دراما الثانية ليصلكم كل جديد.